في محطة بعد محطة نتقابل مع أهلنا وبنتعامل. طبعا كان خبر مفرح لنا جدا عودة المساجد وعودة روحانيات المساجد، وكان لازم يكون معانا حد يحسسنا بهذه الروحانيات وبهذا الجو الإيماني الجميل. يسعدني ويشرفني أن يكون معايا النهاردة المنشد الجميل محمد متولي أبو العطا. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عرفني بنفسك كده وعن النشأة، ابتديت ازاي؟ انا اولا انا سني 16 سنه من مركز المحموديه محافظه البحيره. اهلا وسهلا بيك ونورتنا النهارده معانا من محافظه البحيره وكل اهل البحيره اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. اهلا بحضرتك. انا ختمت القران من وانا عندي 12 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. وانضممت لقصر الثقافه بالمركز المحموديه عندنا، وبعد كده بقى اتجهت للانشاد الديني وكده. ممتاز جدا. طب يا ترى يعني البدايه جات من القران الى الانشاد الديني، مين اللي شجعك وقال لك ان انت صوتك او الموهبه دي لازم تنميها ولازم ان انت تبتدي ان انت تشتغل على نفسك وتبتدي تطور من امكانياتك دي؟ طبعا والدتي، طبعا والدي وعمامي، طبعا واخويا برضه. انا طبعا بحيي والدتك ووالدك، ويا رب يا رب يا رب يعني يوم القيامه طبعا انت تعلم جيدا ان هم هيرتدوا تاج ايه؟ تاج الوقار. نعم. تمام، يعني خليك حريص على هذا الهدف ان شاء الله باذن الله. طيب القرآن ودراستك للقرآن وحفظك للقرآن، وانا عارف ان انت ابدعت في تقليد بعض المشايخ. طب ما تدينا مثال كده ونفتح كده مع الساده المشاهدين ونشوف الجمال اللي انت بتقدمه. ماشي. هنبتدي مين؟ الشيخ ماهر المعقل. الله، الشيخ ماهر المعقلي كده طبعا يعني له محبينه، فنحب ان احنا نسمع الشيخ محمد متولى ابو العطا في يعني ايتين كده ان شاء الله. ماشي. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فتح الله عليك. عايزين بقى مين تاني؟ ممكن الشيخ محمود البنا. الله، نسمع بقى الشيخ محمود البنا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مين يا شيخ؟ الله، فتح الله عليك. مين تاني يا شيخ تقدر ان انت تجيب؟ ما شاء الله عليك، انت بتتنوع بين طبقات الصوت. انت درست مقامات صوتية او مقامات؟ درست مقامات. يعني انت لو طلبنا ان انت تقول حاجة على غرار المقامات، يعني ممكن اقول المقامات الثمانية. الثمانية؟ طيب ما تسمعنا كده ونعلم السادة المشاهدين المقامات بأسمائها. تمام. الثمانية ولا لا؟ الثمانية. تمام بإذن الله. نبتدي نهواند كده؟ هنبتدي من الرأس وناخدها عشان طبقات الصوت بس. طيب تمام. مقام الرست والعجم جميل كذا السيك به فن أصيل
وبعدهما الصباح إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذان وإن رمت الأذان فزا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. ده المقامات التمام. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب انت ناوي على ايه يا شيخ محمد؟ يعني احلامك ايه ونفسك في ايه ونفسك توصل لفين؟ انا نفسي ان شاء الله اكون منشد ديني او مبتهل طبعا، وبحب طبعا. انت عندك الملكه وعندك المهاره وعندك الاتقان وعندك اتقانك للمقامات ما شاء الله. وبعدين المشايخ ديت انا من كتر سماعي ليهم يعني بقيت بقلتهم ما شاء الله. طب انا عايز بقى يعني ايه انشاد تمام او ابتهال، بس انا عايز حد من الـ من الـ من الناس الجديده او حد من المنشدين الجداد. ماشي. صلينا على النبي الهادي الامين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين، صلينا على النبي الهادي الامين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين، من نور جمال النبي شق القمر نصين، ألف نروح يا نبي من نور جمالك فين، صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، يا سر الوجود يا طه أنا جاي وحياتي متاهة، أتعلق بنور النبي وتعطر بآل البيت، صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت، ده شوق صب قلبي فجيت أقول حنيت، وانا يعني ذنبي غير حب آل البيت، كف كف تدمع الحنين عند الحرم صليت، الله وسقاني نور النبي شربت ما استكفيت، كف كف تدمع الحنين عند الحرم صليت، الله وسقاني نور النبي شربت ما استكفيت، لفرش ورود الحب الله وزرعها في الروضة، ده العشق فيك يا نبي صلواته مفروضة، لفرش ورود الحب وزرعها في الروضة، ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي صلوات مفروضة. الله الله الله، ايه العرب الجميلة دي يا شيخ محمد؟ الله يخلي حضرتك. ده يعني ده مش مقام واحد، يعني ده عدة مقامات
والجميل في الموضوع ان انا شايف ان انت يعني انا شخصيا اتأثرت، واكيد السادة المشاهدين اكيد اتأثروا من ملامح وشك في ادائك لهذا الانشاد الجميل. انا طبعا يعني مش متخيل السن الصغير ده وتبقى تقدر ان انت تأثر فينا بطبقات صوتك المختلفة، وانا شايف انت القرار والجواب ما شاء الله يعني متحكم فيهم جدا. هل خضعت الاختبارات او مريت باي اختبارات، او ناوي الفترة الجاية تعمل ايه؟ ان شاء الله الفترة الجاية انا دلوقتي بعمل فيديوهات على اليوتيوب وكده وشغال في المجال ده، وان شاء الله حلمي يعني ان اكون مبتهل او منشد ديني طبعا. جميل جدا جميل جدا. يعني انت انت شايف انت مستقبلك في الحتة دي ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب خلينا نقول شخصيات اثرت فيك، يعني انت اكيد شفت حد معين اثر فيك وحبيت ان انت تحاكيه او ان انت تكون زيه. الشيخ نصر الدين طوبار طبعا، ده طبعا يعني ده انا بحبه ده طبعا. طيب ما تسمعنا حاجه كده للشيخ نصر الدين طوبار؟ طيب ماشي، بس انا عايزك بقى ايه تضحي في الساده المشاهدين. تمام ماشي. يا إله العالمين، يا إله العالمين، حنيني حنيني دائم والقلب شاك عليل، حنيني والقلب شاك عليل، سال دمعي يا إلهي، سال دمعي يا إلهي، ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل، غربتي نجوى، غربتي نجوى، ونيران شوق غربتي نجوى، ونيران شوق وأسى باك، وليل طويل فإذا ضاقت، فإذا ضاقت فنجوى دعائي، فإذا ضاقت فنجوى دعائي، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. الله الله، ايه الجمال ده؟ يعني ده حاجة جميلة. طب ما يعني احنا سمعنا الانشاد وسمعنا يعني ملوك الانشاد انت بتحاكيهم بشكل كويس جدا، نصيب القرآن بقى، يعني عايزين نسمع نصيب القرآن باسلوبك انت. يعني احنا سمعنا ما شاء الله محاكاتك من كتر سماعك لهؤلاء المشايخ ممتازة جدا، لكن عايزين نسمع فين الشيخ او المنشد محمد متولي ابو العطا ابن البحيره وابن 16 سنه، فين اسلوبه او بصمته المميزه؟ تمام ماشي. كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. أحسنت وفتح الله عليك، وأنا شايف مجهود عظيم منك في السن الصغير ده، وأكيد يعني الوالد والوالدة تعبوا كتير جدا 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 طبعا. طيب مين شيخك؟ الشيخ اللي أنا بحبه يعني؟ الشيخ لا مين معلمك أو مين اللي أنت أكيد أنت قرأت أو قرأت على شيخ أو شيخ يعني الأحكام والتجويد أخذتها عن شيخ؟ أولاد عمي يعني، والشيخ عندنا مش عايز أذكر أسماء يعني، بس هم شيوخ ياما عشان ما حدش يزعل يعني، الشيوخ كتير طبعا. أنا مش عارف أشكرهم إزاي والمجهود الكبير اللي بذلوه معاك، يعني أكيد تعبت. طبعا. تمام؟ طيب يعني كانوا بيتعاملوا معاك بقى، يعني ايه اكتر حاجة انت تحس الشباب الصغير او نقدر نقول ان انت ابتدت معاك من مرحلة الطفولة، تمام؟ ايه الدافع اللي كان عندك؟ هل ايه اسلوبهم معاك اللي كان بيخليك تحفظ وتراجع وتحفظ وتراجع؟ لان طبعا يعني اكيد القرآن بيتفلت لو انت ما رجعتوش. طبعا انا اكتر حاجة بفكر فيها ان وقت الشباب ده طبعا ده اهم وقت في حياتي طبعا، لو انا فكرت فيه وعملت حاجة لمستقبلي ده هتفيدني لقدام، انما العب في وقت مستقبلي وببجي وكلام الفاضي ده ما ينفعش. فهو اكتريه الشباب دلوقتي دي كله شغال على الموضوع ده. يعني انت اتجهت الى الانشاد، وكان من الممكن ان تتجه الى هنقول المهرجانات، و ممكن كنت فاذا اردت ان تعلم اين مقامك فانظر اين اقامك، ده منحة ربانية ليك يا محمد لابد ان انت تتمسك بها، ولابد ان انت تحرص عليها، ولابد ان انت يعني انا عايز تكون طول حياتك شايف تاج الوقار اللي انت هتهديه لوالديك، تمام؟ دايما يكون قدام عينيك. انا عايز بقى ايه نختم مع السادة المشاهدين مع احلى حاجة انت متمكن فيها وبتحبها وقريبة لنفسك وبتلاقي نفسك تدندنها يوميا. وكم نادت بيوت الله قوم فما لبوا وما سمعوا النداء فلما أغلقت حنوا إليها وفاض القلب حزنا واستياء
وفي دمع الندامة واشتياق لمسجد حيهم ألف البكاء. فإن شعروا بتقصير وذابت من المولى وجوههم حياء فلا حزن عليهم رب منع أتى جبرا فكان هو العطاء. خذوا حزرا وتوبوا ثم ردوا حقوقا يرفع الله البلاء. سعيد بيك يا محمد، ويا رب يا رب كده أشوفك أكبر منشد في مصر والوطن العربي. كنت منورني النهاردة وسعيد بيك جدا. طبعا يا جماعة كان معانا النهاردة محطة مهمة جدا جدا جدا، اللي أنا بعتبرها محطة كلنا مستنيينها، وهي محطة السلام. كان المفترض أن يكون معانا لقاء مع الأستاذ الدكتور معالي المستشار محمد كمال علام رئيس مركز السلام، وهيكلمنا عن مؤتمراته وحاجات كتير جدا جدا جدا، لكن نظرا لهذا العطل الفني اللي حدث خارج عن إرادتنا وضيق الوقت، احنا بنوعد مشاهدين ومتابعين ومشاهدين برنامج قطار مصر ان الحلقة القادمة كاملة يوم الاربعاء الجاي هتستنونا مع الاستاذ الدكتور محمد كمال علام، وهنتكلم على مؤتمراته وهنستمتع بآراءه المهمة جدا، وهنتكلم عن مؤتمر دور المرأة في مكافحة الكورونا. انتظرونا الحلقة القادمة ومحطة جديدة من محطات قطار مصر.